السلام عليكم، معكم حسان وعدنا في حلقة جديدة من لعبة كلم بونز مع خراصنة الحساسنة. يوه هلا بالعلوين اللي عندنا، وقبل ما نبدأ اللي ما اشترك يشترك، اللي ما حط لايك حط لايك. ومشينا عندنا شيء لازم نسوي، شيء جدا مهم لازم نسوي، اللي هو نروح للمنطقة هذه عشان نجيب ذخيرة الهاون، مدفع الهاون المورتر اللي هو في النص اللي أضفناه. أصبر أصبر، ادعس يا حبيبي ادعس، خل نوريكم وينه. ورا العمود هو المفروض موجود، شوفوا في اثنين مسكينه اللي في النص، هذا هو المورتر. شلون نستخدمه صراحه ماني متاكد، اتوقع من هنا. الله اني ما ادري ايش. ايوه كذا الظاهر، بس انه حرف الكيو. يو القوه، شوف اقدر اوصل بعيد. هذا اقدر اقرب بعد، اوكي اقدر، بس ما عندي رصاص له. طيب مشينا انطلقنا الى المنطقه اللي ابغاها. انا اخذت المهمه، يقلع بالغباء، خليني ارجع اخذ المهمة. طيب على الاقل نرجع ناخذ المهمة زين، بعدها بنتجه الى مدينة الموتى، هي مكانها هنا في المنطقة هذه، وبعدها ممكن برضو ننزل زيادة للمنطقة هذه عشان ناخذ وصفة مورتر 2 او 3، ما انا متأكد ايش بيبيعون لي، بس بنشتريها اللي موجودة على العموم، وبنجرب منها المورتر بعد او الهاون، مدفع الهاون. يو شكله بيطلع قوي. طبعا احنا اخر مهمة سويناها لرحمة كان اننا نروح نسلم الورقة الى احد المدن اللي في هولندا عشان نعرف مكان السلطانة اللي تم اختطافها، لكن اكتشفنا ان في سفينة، الظاهر اللي فهمته انه خاطفة الجاسوس اللي كنا بنكلمه اصلا واغرقناها. فالحين بنرجع لرحمة نسلم لها الرسالة اللي من الجاسوس، الظاهر بعد ظن ماني متأكد انقذناه، ماني صراحة شوي الدبلجة اللي لك عليها او الترجمة، لكن ان شاء الله اني فهمت يعني اللي اقدر عليه. عمري ذول المعلقين لا يجي دورنا بس يوم من الايام. تكفون، لا 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 احنا قصة حساسين، احنا اللي نخنق مو بننخنق. تعال يا رحمة تعال. شوف قاعد تقول شفتك سمعت انك تمشي بالقارب الجديد، السفينة الجديدة. انت ايضا ابحرتي بقارب بادواكانج، ظهر هي تعرف القارب اللي معي اللي سويناه الجديد. شوف تقول افضل قارب يمكن العثور عليه. يا حبيبي ايش اللي سويناه هجل؟ انا كان ضايق صدري اني ما سوينا التانك، طبعا ما شرينا احنا مخطوطته. الزبده ان شكل قاربنا كويس الحمد لله. طيب اوكي تكرهين الابحار، شو اسوي لك الحين؟ خذي هذه عليك اعاده خطاب الادانه لرحمه، بنعيد لها الخطاب لانه ما قدرنا نوصله. يا قرب الغبنة، يقرا ابو الغبنه، شفت المكافاه اللي بتجيني وشي؟ يا هلا بتعطيني مورتر، بتعطيني مدفع هاون اللي تعبنا نسويه الحلقه الماضيه، تعطيني ببلاش كذا بدون مخطوطه بدون شيء. ثمان صغير تحت رعايتها، وش تتكلم عنه؟ اوه الرجال الظاهر قلب عليها اللي كنا بنسلم له الخطاب، فاغرقناه مع السفينه اللي كان فيها. اوكي كويس. اريد منك التخلص من اورانكايا. مين اورانكايا؟ اورانك هو اللي كان شريك لسكارلك، ابغى اتخلص منه. وزراء البلاط، وزير يعني هو. رجال البلاط سيرحمون بالهدين في القصر في العنن، هذول ناس اغنياء الزبده، اتوقع انهم في نيويورك. شوف يقول ابو الغبنه شو تعطيني؟ اعطتني المدفع. يا الغبنه، يا القهر، يا القهر، يوجع والله توجع يا تعبت وانا اجمع له واسويه. طيب المهمه القادمه رشاوي نادره. رصدت سفن ريمبا بينما تعمل لصالح شركه تجاريه هولنديه، اذا لم يوضح حد تحالفهم فانه سيشكل قوة هائله يجب مواجهتها، يجب نهب مخزن اخشاب سوبور للحصول على معلومات عن موقع خائن ريمبا. يعني بنروح عند المخزن سوبور ننهبه، ومنها بنعرف مكان خائن ريمبا. طيب على العموم مشينا، ليتس جو، مشينا نداهمهم، بس ان شاء الله انهم على طريقنا لان ايوه اياك وسع الكنوز العابره. يعني انت تقول اسعى للمنصب الاساسي لا تسعى للكنوز فقط. اوكي ابشر بي، صير عندي امبراطوريتي الخاصه. طيب وين المكان مهمتهم؟ تحت هنا عند هذول. اوكي ايزي. طيب مشينا، قهروني وقولوا لي انه نفس المدفع، قهروني. إدارة السفينة، الأسلحة، الله يقلعه نفسه. يا عيال الخفنة، يا عيال أبركب ورا طربيد بدل منجنيق زين، أضعف من المنجنيق هو لكنه سريع في التعشيق وحلو انه يوخرهم عني، قلتوا لي قبل أسويها بجربها. وفي واحد زبد لي يقول تحت شيك على الليفلات انه كم بيبي لك عشان توصل للليفل،
ادري انا يعني اني احتاج ازيد واضبط عشان يزيد الليفل، بس اني ما ادري ايش كثر احتاج. طلب نجده مخزن اخشاب كينجور، عرض في الخريطه وينه؟ هنا يبغى يداهم ذول، يبغى مساعد. اي حد ما يحتاج، ابوي سهلين. انقل عندنا مهمه، انا ابغى هنا. تقول هذه اللي معي مساعدتي، تقول ان رحمه ترسلنا نروح نداهم هذوليك عشان نطلع الخائنين، لكن ما تدري ممكن الخائنين قدام عيونها، يعني عندها في السكن وحده الحريم يمكن او شيء. كلامه منطقي صراحه، لكن ما يهمني. صندوق قنابل مدفع الهاون القاه في الحطام هذا. شكرا، احتاج اجربه صراحه. فرصتنا نجربه الحين. لا اعطني صندوق. يا سلام، فنان فنان فنان. صندوقين. ما اتوقع ان نفس المدفع، للاسف ما اعطوني اياه. يا اخي كلاب، قسم بالله قذائف مدفعيه عاديه اعطوني. ليه يعني؟ هو كان في فرصه انه يجيني بس ما جاء. قلب الحظ الخايس. طيب احنا نبي المخزن هذا، لكن يبدو لي انه تبع الهولنديين. يب، فنبغى نسوي استدعاء مجموعه، ممكن هذا يساعدني، ونبغى نفجر هذا الكلب. لما نبدا نهب وبيجوني هم بيتهاوشون معي، فلازم نفجرهم قبل ما طلقوا طلقوا طلقوا. اوكي اوكي، طلقاتهم حليوه، مو مره صعبه. واو، شو اللي جايني؟ هربت يعني، بس مو مره. شت، القصف اللي جاني. يا ووي، ذول جو يفزعون لهم. يا ليل، تعال نقدر نتسلقهم. صعود، تكفون امسك. ابغى لازم يمسك. اي، لانهم دمهم كثير. اوكي، مسكنا هذول الحمد لله. طبعا انا قصدت اني افجرهم لاني شطفهم الطربيد، لاني ابغى اداهم ذوليك، لكن ما ابغى فزعات حولهم. فجرناهم يا عيال، فجرناهم. وجت سفينه ثانيه. اوه حبيبي، كثركم كلكم كلاب. لا فجرناهم، بس كل شوي يجوني ذول يهجمون علي، وذاك الكلب ما غير يطلق علي. يا ابوي انقلع، يا رب يوصله. يا سلام، شوف جتني سفينه ثانيه. يا الله، بثرين ما يخلصون الهولنديين ذول. زبده، لازم ابدا المغاره. بس 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 بس، يلا انقلع يلا. جايني محارش محارش. طيب هذوليك خلاص بقول شوي يتفجرون. شين شين، خلينا نقرب. حرفيا شلت كل السفن اللي حولنا. والله انه صعب المداهمه ذي، لكن خلاص شلنا الحمد لله كل السفن اللي حولنا. شوف شوف المنجنيق اللي جايني، الله يقلعه. فجرنا هذا، حلو. طيب شين، خلينا نبدا المداهمه. بدينا النهب يا عيال، بدينا. اوكي بسم الله. وينك يا راعي انت يا بثر؟ انت البثر. شوفوا مدفع اللي جايني. نو، والله لو حصل يوم بكره ام ديد. اوكي ضعيف فشوه، بس فجرناها يا عيال، بشركم فجرناها. شوفوا لازم نوصل بس للمربع الثاني عشان نخلص المهمه، مو لازم نخلصها كلها. نايس نايس. شوفوا عندي بعد تضررت سفينتي، طالع لي في الخط الاحمر موجود تحت. اوه عندي 10 طلقات مدفع. من وين جتني ذي؟ يا عمري اخيرا بقدر اجربه. سوينا فيه اضريهم جايين هنا. بسم الله نجربه، خلينا نجربه كذا. تكفى. اوه يا القوه، والله قوي. اقلع ابو القوه يا عيال، اقلع. والله المدفع قوي. الحمد لله اللي ركبته. ملحوظه تالفه، اخذنا ملحوظه تالفه، لقاء الخائن. طيب حلو حلو. اورانكايا تنازل عن ولائهم لصالح المستعمرين، فراحوا مع الهولنديين. يا حبيبي في ثلاث سفن جايتني. اوه نو، حط طربيد وحط هذه بحيث انه يهدي غير اتجاهه ويروح للفخ. يا سلام يا حبيبي، القم بس القم. جايني هنا مسوي فيها على مخي. يلا اغرق. انت ايش تبي؟ يا اقسم بالله قوي ذا الصاروخ. بس مسكناهم، نايس. هذا شبي ذا جاي. شو شو شو، احشر بالطربيد. يقول لي ما جيت ورا ذا. القم بس اصعدوا يا عيال، اقسم بالله قوي مره مره قوي. زبده معي ذا المدفع مره قوي. ردوها لي ردوها لي يا كلاب. عطى واحد بس، ابلع بروف.
فجرناهم دول. يا علي شرعتي راحت ما انفجر. والله انفجر مستيم والله قوي. اخ 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 قهر قهر مستيم والله قوه يا عيال. خلصنا عندنا مهمتنا اهم شيء يعني. خلينا باخذ اغراضي الحين. تدرون دامي بعيش في القريه في المينا هذه، خلني اسلم المهمه، سلم المهمه بعدين ناخذ اغراضي بعدين بروح اجيب الرصاص حق المدفع الجديد ده اللي جبناه. قام يصفقون يا عيال يا حلوهم. اوه مهمتي هناك صارت. اوه اغراق خائن ريمبا، لازم اروح اخ سمونا اعرف مكانه الحين، فلازم اروح اغرقه. يا عمري قاس حساسا اقسم بالله قوه، صح ان غرقنا تو بس يقلع ابو القوه. عطنا عطنا تستاهلون، عطنا شعار الحساسين. ايه يا عيال اغنيه انتصار. جود باي فيري ويل، جود باي فيري ويل يا عمري. هرا. طيب ناخذ اغراضنا بعدها وجه هناك ولا انزل تحت؟ ياخذ انزل تحت صراحه اجيب اللوت حقي. قلت له خلينا نروح نغرقه، خلينا نغرقه عشان حرفيا. اصبر كم عندي طلقه؟ اربع طلقات. لا 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 قليله، ابى اروح اجيب البلو برنت بعدين اكمل مهمته عشان يصير عندي رصاص اقدر اواجه فيه. شوفوا هنا صندوق قنابل مدفع الهاون، والله ودي اهجم عليهم الزبده. يا عيال معليش لازم بسم الله اعطهم اول شيء مدفع هنا بعدين قل بوب بوب. يخرب ابو دمك اللي كثير مره. انا هذا قوي الزبده شكلي جبت العيد. قصد حساسين لا تخاف وجده. خلاها تمطر علي. حلو والله انا اقول نقدر عليهم نقدر عليهم. تعرضنا ضربه قويه يعني. انا ابغى اقرب ابي اقرب. ايوه صعود امسك مسكناهم. يا سلام يا رب يا رب يا رب يا رب. بدفع الهاون اعطوني يا عيال بس 10. كنا قليل كنا قليل. يلا يلا مو مشكله احسن لا شيء والله. يديم شوفوا ياثر على يدمجني. وش الاكس اللي تحت يدمجني مره كثير الزبده. لكن الحمد لله اخذنا من عندهم كم طلقه؟ 23 يعني كل صندوق 10 طلقات. حلو والله نايس اي لايك ات اللوت. طب انا ابغى مدينه الموتى هي اللي راح يعطوني مخطوطه الرصاص او المقذوفات يعني حقت مدفع الهاون. بس اي واحده هي او وين مكانها بالضبط ما ادري. انا خبره يعني شفتها في الجوجل هنا في المنطقه ذي. شوفوا راح المفعول الاكس اللي تحت وتصلحت سفينتي، صار مدينة اصلحها الحين. اوكي هذا اكيد عنده مدفع هاون. لا ما عنده. السلام عليكم انت وشو؟ اوست مدري ايش قاعده عسكريه. خل نروح نسلم عليهم. احنا جايين نسلم بس ما عندنا ما نبي مشاكل. والله شكله قويه ذي 15 يخرب ليسه. ما في الا نهب ما اقدر اشتري ولا شيء. عاصمة اوستن مستوطنة العاصمة. والله هذه العاصمة. هل اقدر اسلم عليهم؟ نبلع 10 هذه الظاهر نهب بس. خلينا نشوف ايش عندهم. شراء وبيع عندهم في رصاص مدفع هاون موجود يبيعونه. تدرون بشتري؟ لا ما انا مشاري. وش عندهم؟ عندهم مخطوطات؟ ما عندهم مخطوطات. اوكي كويس. وشو شيء يثير اهتمامي؟ صندوق مشبوه. هذا عندي منه انا اوريدي اصلا في شنطتي ما ادري ايش سالفته. صندوق مشبوه. اوكي اوكي مديني انهبه ليفل 10 بس شوفوا كم سفينه حولنا. مليانه سبب يجدوني جلد. طيب وصلنا هنا ابشركم. هذه المنطقه اللي راح يعطوني مخطط حق المدافع. بس مو هو وجهتي الوحيده. لسه بنكمل وجهتنا لكن خلينا ننزل الحين هنا نشتري او ناخذ المخطط ونطلع نكمل طريقنا زين. هلا 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 براسنا الحساسين تنزل هنا. هل من متحد؟ شوفوا في اقدر اطبخ صراحه. احتاج اطبخ انا. والله ابي اطبخ اكل ما بدا يخلص اكلي. دوريان اقدر اطبخها؟ دوريان مشوي يب اقدر. عطني 30 كلها. في المويه هذه احتاج المويه. ما عرفته للحين شو تسوي. تعطيني بوست سرعه تصير اسرع 10% اكثر. يا سلام عنده شيلي 2. وش هذا؟ اطلاق توربيدات شديده انفجار. اوف هذا توربيد ليفل 2 يعني زي التوربيد بس قوي مره. وفي لي بولد ما ابغاه ليفل 1. هذه صندوق قنابل مدفع. ايوه اخيرا 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 اخيرا. هذا وش سالفته ذا؟ شكله حلو. لوح العرعر. اتوقع اني اقدر اسويه. نجربه.
انا ما عندي الا طربيد واحد ترى خايس. كم ب 3000؟ عندي فلوس جيبها يا رجال خلينا نجربه. اذا فضينا سويناه. طيب بنكمل ابحارنا الى اين؟ لا تفل يدينك الله يقلعك يا وسخ. بنكمل لين هنا الظاهر، هنا في جزيرة أبغاها أو مدينة. الحين بعد ما جبنا البلو برنت حق المدفع خلينا نشوف إذا هذه راح يعطيني القنابل. يمكن تو ما كان يعطيني لأن ما عندي البلو برنت، يعني ما أتوقع صراحة. خلينا حظي كان خايس بس. والله إني قوي الزبدة لو أجيبها. حسيت نفسي بس ما أعطوني. يب حظي خايس مرة. تعال بيفجر هذول. والله بيفجرهم. ظنكم اقدر عليهم؟ اتوقع اقدر عليهم. بس اطلق هنا. كذا داهمهم كل مكان. ردوها. حط الدرع، حصن واطلع. اوكي، جتنا واحدة بس على الاقل اشوى. اقدر اعطيهم واحدة ثانية. هنا. يا سلام. لا تأخرون عنها. فجرناهم. بسرعة بيجيك. اوكي واحدة جتني على الاقل. تعال بنرمي عليهم يا عيال. والله ما قاعدين نرمي عليهم. توقعت نرمي عليهم. صدقون ذول ما عندهم الا ذا المدفع. ما عندهم مدافع عادية. هذا بثر جايني للحين. عطى واحدة هنا. طلقنا. يو بموت انا. حصن. جو الفزعات. انا وش خلاني حارش ذول الكلاب. تعال خلنا ننهي هذول على الاقل. ايوه هذول بيموتون. حلو على الاقل فجرنا واحده منهم. نايس فجروا. ابشركم تفجروا بس فجروني معهم. الله يقرعهم. خلنا نلوتهم وننحاش. ايوه اخذنا مدافع هاون حلوين. خلاص انسوني والله يا توبه ما عاد عيدها يا اخي. ما ينفع الهولنديين ذول متكاتفين مره. تطلق واحد فجاه تلقى 10 حولك حوطوا بك يا اخي. مره ما ينفع. هذه مستعمره وغريب شكلها. عندهم مدخل من هناك. يب بننزل نشوفها. غير مستكشف. شو اسمها؟ كاندي المنسي. هو الظاهر هو نفس الاسم كاندي مدري ايش. فورغوتن كاندي الظاهر الحلاوه المنسيه. خلينا ننزل ونشوف اذا عندهم البلو برنت اللي ابغاه. والله رهيب ذا المستعمره يا حبيبي. وش ذي؟ تراثيه. اكتشف المخفر. وينك يا حبيبي؟ تعال. مهرب عبر البحار. مدفع هاوند 2. يب هو اللي ابغاه. جبه ما قصرت. شكرا. خلصنا. اخذنا البلو برنت اللي ابغاه. الحين اقدر ابحر وانا مرتاح. طيب مهمتنا الاساسيه هناك. صعب اني ابحر صراحه. اسرع طريق اني اروح لنفس القريه حقتنا. يلا مشينا يا عيال. مشينا نغرق الخائن الكلب. ما عندنا احنا خونة. هذا ايش هذا؟ هذا ايش فيك يروح هنا؟ وخر يرحم والديك. هذا بيغرقنا الورع. هذول يبغونا. يبون هذول. شربي. لكم انتوا يا. تعال هم اللي بدوا. غرقوا يا عيال. وي القوة. غرقوا. هربوا. والله اني قوي. صرت قوي. صاروا ينحشون مني. يا حبيبي اغرقناهم. يترحب القوة. وش سوينا واحد المحاربين؟ هذه مهمة كانت جانبية عندي. طلعت عندي وانا ما ادري. قبل ما اجي ذا لحالي. اخ بس. وينك يا خائن ريمبا؟ يا خائن ريمبا هذا انت؟ ما اتوقع هو. بس اذا بيحارشني ذا بشيله يعني صراحة. ما في احد بوقف وجهي خلاص. قارب. اوه هذا لاعب. الله يقرعه. شكله تو جالد نفس السفينة. خلنا نعطيه انذار يا عيال. انتبه. يا عليلة. رهيب. جيت ست باك. وينكم بس انتو الخائن؟ لا مو بهذا، ظهر هذول. يب هذول هم. طيب نجي نوقف هنا بس ونقول بسم الله. ابلع انت يا. بحطه كذا على هذا بالضبط. ويلا القمو. يا القوة يا عيال. اقسم بالله انه قوي مرة. بس تفجروا ابشركم. تبي انت بعد واحدة ثانية؟ هذا جاي بزعلة صح؟ شكله مسرع شوي فخلنا نعطيها قدامه. القمو.
بوم. ما يلعب القوة يا عيال، مين يبي بعد؟ مين يبي ينجلد؟ بس يلعب القوة، انتهت المهمة حرفيا. يجعد إلى رحمة. والله مرة قوي يا عيال، ملمسوني ملمسوني. هل المهمة يعني هل أنا قوي بزيادة ولا؟ والله شكله مرة قوي الزبدة. أتوقع هنا في قرية دم في الشعار هذا إغراق استطلاع الشركة التجارية الهولندية، يجب إغراق سفن حربية للشركة التجارية الهولندية. الظاهر هذول لازم نغرقهم. يب أبشر بي. وقف السفينة، عطنا والله هذا الزبدة شيء بطل. حطها هنا وعطى كذا، عطى هنا، صلى الله وبارك. شو جاي بيديرون يا حليلهم. نعطيهم واحدة هنا كذا على لفتهم لفتهم. توهقوا ما يدرون يروحون. والله قوة جت في والله قوية، والله قوة يا عيال. وين بتروح؟ وقف تفجروا. قاعد ينزفون لين تفجروا. نايت، خلصنا واحدة. في هنا برضو مكان نقدر نستكشفه. خلصنا حاليا واحد من لا وش بي ذا؟ اصبر هذا وش بي؟ تبصاحي، ما تبصاحي تناظرني بهالطرف عين، ما بدري تناظرني يا بزر قص حساسنا هنا. خربيس هذا ما جاء شيء، امزح والله جاء كثير. ما اقدر اسوي شيء، علق النت. ايش فيك قاعد العب اوف لاين انا؟ يا ليل علق. هل هو عليه الشعار؟ ايوه. وش هنا دقري او سنه؟ ايوه فجاه معلق كان. عطى هنا بس يلا، مع انه معلق ايش فجاه ما شاء الله على الجلتش اللي صار. شكله النت عندي ضرب، رمينا عليهم زبده النار. صح ان النت شوي ضدي بس انه بنقدر عليهم. بس 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 فجرناهم. يلا بس موت بس يلا. بس برضو ما حسب لي اياها للحين، ما ادري غريبه. خلاص مشينا بس ل يسمونه نسلم المهمه. شوفوا يا عيال مكتوب على هذه مكتوب عليها استطلاع. شوفوا استطلاع المدفعيه الجانبيه، معناته الظاهر انه هي اللي يبغونا نفجرها. اعطى طربيد عشان يهدي بس. اوه خربيسه قوي، ما جاء دمج. يخرب اوف انا بموت. سريعه سفينتهم، سريعه مره. شوفوا ما جتها. اهلا، كل هذول صاروا ضدي. اها انسحب يا حسان، انسحب. طيب والله هذا ركبناه بالصدفه الزبده، كنا نحارش بنحاش اللي هم جنبي ماشيين انقزنا عندهم. حياكم الله. خلاص احنا سمنا قمنا بالمهمه بنجاح. خريطه كنز اسطوري، هذا فكنا منها. هذه يوم سويتها اخر مره كل قام يفجرني، ما ابغاها. ابغى ارجع الحين اسلم المهمه الرحمه. قتلنا الجاسوس، اغرقنا سفينته. هذا بطل يا عيال، هذا بطل. تخيل هذا ليفل واحد، مشكله ليفل اثنين صعب، موارده صعبه مره. الحمد لله على السلامه، قراصنه الحساسين عادوا من جديد. يجب العوده الى رحمه باكتشافاتك. طيب قبل ما نروح الرحمه خليني بشوف الحداد، بشوف التربيد الجديد اللي اخذنا مخططه، بشوف كيف اصنع. اذا كان مديني اسويه ابغى اسويه صراحه، احسه بيكون قوي. هذا هو شالي 2. شو يبغى؟ يبغى لوح العرعر. لا يا حبيبي من ويلي سبيكة زنك زوج زجاج لوحي زجاج. اوكي قد شفناها قريب بس باقي اشياء ما قد شفناها للاسف. اخ القهر. وحتى القاذفه الثانيه برضو نفس المتطلبات، سبيكة زنك لوح العرعر. يعني هذه لو اقدر اجيب الموارد هذه راح اقدر اصنع سلاحين، تربيد 2 والهاون 2 برضو ليفل 2. فاتوقع انه مره بتكون شيء قوي لو اجيبها. فيبغالنا الحلقه الجايه ندورها. تعال يا يسمونك رحمه، تعال جبنا الجاسوس. فخرت الشركه التجاريه الهولنديه واوران كاي بتحالفهم، بفضلك اصبحوا الان شركاء في مصيبتهم. صار عندهم مصيبه الحين، حلت عليهم المصيبه. نوعي سينتابك شعور بالنزاهه، تقول اسحب على كل شخص اشتغلت معه يعني زي سكارلك. التطهير لم ينتهي بعد، the purge have not finished، يعني بيجي جلد. طيب وش مهمتنا القادمة يا رحمة؟ تعتقد رحمة أن صفقة وشيكة بين أوران كايا والشركة التجارية الهولندية تشكل تهديدا على سيادة ريمبا. طيب خلنا ناخذها. والله بيعطينا فلوس مرة، شكل مهمة صعبة.
ايوه ينبغي لك ان تسمع هذا. تفوق الهنديين على انفسهم اليوم، ايش عندهم؟ بصفتي القائد الاعلى لجلالته، ايوه، ودفاع عن مسقط راسه هولندا، طالب النيابه تقبل خطاب اعتذار هذا. السلطان يعتذر لمن؟ لنا احنا. يعتذرون لها عشانهم افنوها. يا عيال والله اعتذروا لها، وهذا يدل على انهم خايفين. تقول يبغون رد على الاعتذار، بعطيهم رد خاصة حساسين في وجيههم جايين. يجب بحث عن قائد الغاصبين في خليج ناخ. ناخ فرني قلتها كذا. المهم وين في هنا؟ طب اذا لقيته بيسطرني. طيب حلوين، مهمتنا القادمة راح تكون هناك خطابات ليلية. زين راح نسويها، وودي صراحة ودي ان الحلقة الجاية يا الجاية اللي بعدها انها تكون بث، بحيث ان نختمها سواء، لان اتوقع قربنا للتختيم. علهم سواء اني نزلت حلقة ختمها ولا بث، بس خلي في بالكم ان احتمال تكون بث يكون محفوظ في اليوتيوب برضه. علهم راح نوقف هنا، ان شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسوا القناة، حطوا لايك، تكفون، عجبكم مقطع، سلام.